باسم شهيد البطل عقيد شرطة تامر تحسين أحمد زكي، وتتسلم التكريم والدته عفاف محمد عبد الغني. الرحمن الرحيم. أنا والدة العقيد تامر تحسين العشماوي من شهداء سينا في العتالاوي يوم 20 يناير 2016. احنا أولادنا مش غاليين على مصر. مصر أغلى كتير جدا جدا من أن يكون واحد أو اتنين أو عشرة أو ألف، زي ما يعني ربنا سبحانه وتعالى: ومن المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، صدق الله العظيم، وما بدلوا تبديل. ف يعني وبعدين انا عندي ابني تاني مقدم شرطه برضه، فانا وهو فداك يا مصر، ومصر تحيا مصر، نفضل على طول تحيا مصر ان شاء الله.